لا 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 بجد فضيحة. مين دول؟ حرام بجد حد يصور حد كده. مش قادرة اصدق ان انا فعلا هحط الصور دي على الانترنت. انا مش موافقة على اللي بيحصل ده بجد. هاي جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. اهلا بيكم في قناتي على اليوتيوب، وحشتوني قد الدنيا كلها من الفيديو اللي فات. ام سو اكسايتد لفيديو النهارده، بجد متحمسه جدا، لانه النهارده يا جماعه هعمل حاجه عمري في حياتي ما عملتها قبل كده على قناتي. وعارفه ان انا قلت لكم كده كتير قوي قبل كده، لكن صدقوني يا جماعه النهارده الفيديو غير، بجد غير. زي ما انتم شايفين من عنوان الفيديو ده، النهارده هنسترجع مع بعض ذكريات الطفوله بتاعتي. عايزه اقول لكم يا جماعه ان الصور دي بجد عمر ما اي حد شافها في الحياة غير أنا وإخواتي بس وأهلي. فالنهاردة بجد أنا هدخلكم جوه حياتي، يعني جوه 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 حياتي. طبعا الحاجات اللي انتوا على وشك انكم تشوفوها، في منها حاجات بجد فضايح ما ينفعش أصلا تتحط على الانترنت. قبل ما أبدأ وأوريكم كل فضايح الطفولة حرفيا، عايزاكم تنزلوا دلوقتي تدوسوا على السبسكرايب، علشان جايز او ماي جاد بس قربنا على 400,000. وتحدي النهارده ليكم ان انتوا توصلوا الفيديو ده ل 50,000 لايك. يلا وروني شطارتكم، انا متاكده ان احنا نقدر. وبس جايز خلونا نبدا الفيديو على السريع، لانه او ماي جودنس على كميه الصور اللي عندي اوريها لكم النهارده. سو يلا بينا. عدى تقريبا 5 دقايق وانا بصور الفيديو ده واوريدي ندمان عليه. طبعا حفاظا على كرامه وشكل اخواتي الاثنين اللي هما بسمه ومحمد، هغطي صورهم في الصوره دي، لانه اول صوره يا جماعه هي الصوره دي. تقريبا كان عندي 12 سنه او 11 سنه، كنت صغيره قوي بجد. انا فاكره الصوره دي كويس جدا يا جماعه. كنا في العربيه انا ومحمد وبسمه، طبعا يوسف ما كانش موجود ساعتها. شايفين انتوا الفيونكه الحمراء اللي هنا دي يا جماعه؟ دي وقتها كانت ستايل، والقصه اللي على السايد كول. عايزه اقول لكم اني وقتها كنت فاكره نفسي اجمد واحده في الدنيا. تاني صوره عندنا يا جماعه هي الصوره دي، واو ماي جاد شوفوا ازاي كيوت جايز، شوفوا ازاي كيوت. الصورة دي يا جماعة قديمة جدا جدا، حرفيا يمكن وقتها كان عندي 7 سنين او حتى اقل من كده، يمكن 5 سنين. شوفوا شعري ازاي حلو وكيرلي. نفسي بجد ارجع واسأل نفسي في الصورة دي، كنتي بتستخدمي ايه لشعرك؟ لانه بيلمع قوي وكيرلي وما شاء الله حلو قوي. بس طبعا شعري مش كده دلوقتي. عايزاكم توقفوا الفيديو دلوقتي وتنزلوا تكتبوا لي في التعليقات لو انا اشبه نفسي دلوقتي ولا شكلي اختلف. فاعملوا كده وارجعوا كملوا الفيديو. اوه ماي جاد، الصوره اللي بعد كده هي الصوره دي. دي انا ومحمد اخويا. وعلى فكره يا جماعه انا ومحمد اخويا كنا قريبين جدا جدا واحنا اطفال، وهتشوفوا الحاجه دي في كل الصور تقريبا اللي انا متصوراها معاه. واعتقد ان في الصوره دي كان عندي 6 سنين ومحمد اخويا يمكن كان 4. بس ما على فكره وقتها كانت واقفه جنبنا، بس احنا كنا صغيرين كده مع بعض، وهي ما كانتش بتحب تتصور معانا لانه احنا بالنسبه لها اطفال، فما كناش انا ومحمد اخويا قريبين من بسمه خالص ساعتها. بعد كده في عندنا الصوره دي اللي هي في نفس اليوم قلت لكم كنا رايحين المول ده. على فكره مارينا مول يا جماعه من زمان جدا جدا. شوفوا اشكالنا، مش قادره اصدق بجد. حاجه لاحظتها يا جماعه في الصوره انه ودني كبيره قوي. او ماي جاد شوفوا قد ايه ودني كبيره، اللي هو ودن الفيل. ايام اقسم بالله طفوله بريئه، كنا بنروح المول عادي ولا هممنا حاجه ولا انه نعمل شوبينج ولا اي حاجه، بس كده نلعب. يعني شوفوا حتى انا عامله ازاي في الصوره دي. صوره لي انا وبسمه واحنا في تويزر اس زمان واحنا صغيرين قوي في السن ده. تقريبا كنا بنروح دايما كل ويكند حرفيا، بابا بياخدنا بيودينا تويزر اس. ده كان اكتر مكان بجد بحبه انا وبسمه في ايام الطفوله. حاجه عني في ايام الطفوله يا جماعه، انا كنت بعشق حاجه اسمها البيبي بورن. كان في لعبه كده او عروسه بتبقى شبه البيبي، بترضعوها وبتاكلوها وبتشربوها وبتنشفوا لها وبتغيروا لها البامبرز. انا كنت بعشق اللعبه دي. كان في سكشن كبير قوي عباره عن بس العاب البيبي بورن وكله بيبيز وحاجات كده، كنت بعشق السكشن ده. شوفوا ازاي مبسوطه يا جماعه، قاعده شايله البيبي بتاعي وحاطه له الحليب بتاعه وباكله، ومقتنعه قوي باللي انا بعمله. يعني انا وقتها كنت بجد مقتنعه ان انا فعلا باكل البيبي ده. الصورة اللي بعد كده هي الصورة دي، شوفوا قد ايه كيوت. حاجة لاحظتها فيا وانا صغيرة، كانت عناية كبيرة قوي وواسعة. يعني كان ده وشي ودي عناية كبيرة قوي. وعلى فكرة لسه عندي نفس الغمازة اللي هي موجودة هنا، بس على خد واحد عندي. نفس الحواجب، نفس العينين، نفس المناخير، نفس البق، نفس كل حاجة. وتقريبا وقتها كان في حد حاطط لي كحل، تقريبا ماما، بس انا متأكدة 1000000% ان انا اللي اجبرتها تعمل كده. Oh my god.
الصورة اللي بعد كده هي الصورة دي مع أصدقاء الطفولة. دول أكتر ناس أنا كنت كلوس منهم وأنا صغيرة. ده محمد أخوي على فكرة اللي واقف على الجنب خالص ده، بس هو دلوقتي بقى أطول مني بكتير. It's so funny إن أنا زمان كنت أطول منه ودلوقتي هو بقى أطول مني بمليون مرة. خلونا نتكلم شوية على البوز بتاعتي. تحسوا إن أنا ما كنتش عايزة أخرج أصلاً. وأحلى حاجة في الموضوع يا جماعة الشنطة بتاعتي. ده لما أهلكوا يقولوا لكم كنا بنلبسكم أحسن لبس. Guys. لا 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 بجد فضيحة. دي يا جماعة صورتي وأنا في العربية، كنت نايمة وصحيت ولقيتهم بيصوروني حرفيا. طب ليه؟ يعني أنا لسه ما فتحتش عيني حتى، ليه بجد؟ يا لهوي بجد على شكلي كأني متعطية، اللي هو حرام بجد حد يصور حد كده، أنا مش موافقة على اللي بيحصل ده بجد. أنا فاكرة اليوم ده كويس جدا. ده يا جماعة من أكتر الأيام اللي أنا بحبها في أيام الطفولة حرفيا. ده كان في العيد وكنا كلنا خارجين لابسين لبس جديد، لبس العيد متشيكين، وبابا خدنا كلنا أنا وصحابي ومحمد أخويا كمان ورحنا على الكورنيش، أو لأ مش الكورنيش كانت المينا. جايز صراحة أنا لو كان عندي بنت هلبسها كده، الجاكيت والجينز إزاي ستايل 90s، والحزام اللي في الجينز بجد يا جماعة. الصورة اللي بعد كده يا جماعة بجد ضحكتني جدا، وعندي أسئلة كتير قوي لازم أروح أسألها لأهلي بعد ما شفت الصورة دي. دي صورة لي أنا ومحمد أخويا في حديقة الحيوانات. تقريبا كان عندنا حب غريب لحديقة الحيوانات وإحنا أطفال. أولا إيه الطاقية اللي أنا لبساها دي وليه لبساها، وأصلا ليه مختارة اللون ده؟ وفي حاجة برضو غريبة جدا أنا كنت عاملها الحقيقة في الصورة دي، لبسة سكيرت جينز ولبسة تحتيها جينز، واخدين بالكم أنتوا؟ الأوتفيت مريب قوي يا جماعة بجد، مش أوتفيت طفلة عندها 9 سنين. شوفوا وشي، شوفوا وشي بجد هتعرفوا المود بتاعي. الصورة دي بجد يا جماعة لازم تبقى ميم، اللي هو مثلا لما تشوف حد مش عاجبك، او لما حد يكون بيكذب عليك وانت عارف الحقيقة. استنوا بجد خلوني احاول اقلد الصورة دي. شوفوا الصورة دي ازاي كيوت. هنا كان عندي تقريبا 10 سنين، كنت برضو صغيرة قوي. شوفوا ازاي وشي بريء، وانا فاكرة التيشيرت دي كويس جدا على فكرة. دي كانت اول تيشيرت اجيبها واحس ان انا اللي هو خلاص بقيت بنت كبيرة، عارفين انتوا الاحساس ده. الصورة دي برضو من الصور اللي بحبها قوي يا جماعة. بجد محمد اخويا هيقتلني لو عارف ان انا نزلت لكم الصور دي، لانه بجد فضايح. تن تن تن. مين دول؟ مين؟ الشياكة دي كاب احمر وبنطلون احمر وحلق ابيض. الحلق قد كده، قد كده بجد حرفيا، كلكم والحلق كوم تاني خالص. عايزة اقول لكم ان انا بجد كنت مقتنعة ان انا فعلا ستايلش. وشوفوا حمادة. لا وشوفوا قلبة الكاب انتوا، شوفوا قلبة الكاب، ومطلعة وداني حرفيا من الكاب علشان ابين الحلق. الصورة دي برضو في نفس اليوم ليا أنا ومحمد أخويا، بس الحمد لله يا جماعة من غير الكاب. الحمد لله، أحمدك وأشكرك يا رب. أتليست هنا شكلنا بني أدمين طبيعيين. دي على فكرة كانت أول مرة لينا أنا ومحمد أخويا نروح اسكندرية، فكنا مبسوطين جدا ومتشيكين، علشان كده لابسة بنطلون أحمر مع كاب أحمر، ففهمتوا دلوقتي ليه الستايل ده كله. بعد كده في عندنا الصورة دي اللي أنا واقفة فيها في الكاسر وشعري طاير ومبسوطة وبشرب كافي أو ده تقريبا هوت شوكلت. المهم يعني بشرب حاجة ولا هممني أي حاجة في الدنيا. وحب أقول لكم وأنا صغيرة كنت بجد طايرة بالصورة دي، لأنه كان شعري فيها طاير زي المودلز، فكنت بجد فاكرة نفسي أنجلينا جولي. Like come on. Oh my god guys. Okay so الصور اللي جاية دي يا جماعة، الصور اللي جاية دي حرفيا لحد دلوقتي لسه مترددة احطهم في الفيديو ولا لا. مش بس فضايح، لا لا لا، اللي بعده حرفيا اللي بعده. انا مش قادرة اصدق ان انا فعلا هحط الصور دي على الانترنت. مستعدين يا جماعة؟ مستعدين؟ اول صورة عندنا هي الصورة دي. انا حرفيا مش عارفه ايه اللي انا عاملاه في وشي ده. فلو اي حد كان عايز يعرف مواهب الميك اب بتاعتي بدات من امتى، هي بدات من الصوره دي. او ماي جاد جايز، عارفين ايه الحاجات اللي انا حطاها في وداني دي؟ دي يا جماعه الحلقات اللي بتبقى في ستاره الحمام، تخيلوا. وطبعا الخرم بتاع ودني ما كانش هيكفي الحلقه بتاعه الحمام، سو حطيتهم في ودني حرفيا. شوفوا شوفوا دي يا جماعه، شوفوا دي. جايز انا كل ما اشوف الصور دي بجد بموت من الضحك. شوفوا بجد محمد اخويا ازاي شكله، اهم حاجه القعده، هموت.
الله انا بحب الصورة دي قوي قوي قوي. دي انا وبسمة في الكورنيش. جايز 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 شوفوا التسريحة، الوقفة، الاوتفيت، بجد كل حاجة متعوب عليها اليوم ده. الاوتفيت اون بوينت، مش قادرة اقول لكم بجد 10 من 10. شوفوا البانتس ازاي عليه سحاب، بجد يجنن. ودي صورة لينا واحنا قاعدين احنا التلاتة جنب بعض، انا وبسمة ومحمد، فمن الكبير للصغير بسمة وانا وبعد كده محمد. وشوفوا ازاي محمد شكله كيوت، قاعد بيشرب العصير بتاعه، سو كيوت. جايز الوقفة دي متعوب عليها صدقوني، حرفيا كسرت عمودي الفقري علشان اتصور الصورة دي. اوه الصورة دي قديمة قوي، بحبها قوي 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 بجد. دي صورة ليا انا ومحمد، كنا صغيرين جدا في الصورة دي، يمكن انا كان عندي وقتها 5 سنين وهو كان عنده 3 سنين. شوفوا ازاي نظرتنا بريئة، يا الله كيوت. وعلى فكرة احنا شبه بعض جدا في الصورة دي، نفس البق، نفس المناخير، نفس العينين بالظبط. يا قلبي شوفوا البراءة، شوفوا شوفوا، مش عارفة الكيوتنس دي والبراءة دي راحت فين بجد. عاملة كده قال يعني بقى بمثل اني بريئة، بس انا في الحقيقة كنت طفلة مستفزة. الصورة دي يا جماعة كانت من اول المرات في حياتي اللي حطيت فيهم ميك اب، واكيد مش انا اللي حطاه لانه حرفيا كان عندي 5 سنين، بس ماما هي اللي كانت حطاهولي. وبجد يا ماما يعني مش عارفة ايه الايلاينر ده، بس ما علينا. لا بجد ايه الايلاينر ده يا ماما، يعني هتفهم معاكي بعدين في الموضوع ده لانه نو. القمر ده راح فين؟ عايز اعرف القمر ده. شوف انا بعد كده في عندنا الصورة دي اللي هي انا وبسمة واقفين مع بعض بلا هدف في الشارع حرفيا، وانا تحسوني اني عاملة كده. ما كنتش بعرف اضحك زمان على فكرة، دايما كانوا اهلي يقولولي اضحكي عادي اضحك كده. اوكي الصور اللي جاية دي يا جماعة حبيت اسيبهم للاخر عمدا، لانه بجد اكتر صور فاشلة في حياتي، يعني اكتر حاجة بجد تفشل في حياتي هي دي. اول صورة يا جماعة محدش يكلمني في الموضوع بجد، لا تعليق لا تعليق، مش عارفه اقول ايه بجد، مش عارفه اشرح لكم ازاي اصلا. يعني انا فاكره اليوم ده على فكره كويس جدا، ده كان اخر يوم مدرسه لينا، وكنا متشيكين ولابسين اجدد حاجه عندنا، ودول كانوا التو بيست فريندز بتوعي من ايام المدرسه. وكان في مكان تصوير صغير كده في مارينا مول فوق عند السينما، او ماي جاد قد ايه خدنا صور وقد ايه كنا مبسوطين وطايرين بالصور دي. بليز قولولي ان مش انا بس اللي كنت كده في طفولتي، بليز قولولي انه انتوا كمان كنتوا فضايح، بليز بليز. وهنكتفي بهذا القدر من الفضايح النهاردة، لأنه بجد يا جماعة بقت بيتزا. أتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو ده واستمتعتوا بيه، وكمان عرفتوا شوية عن طفولتي المشردة. ولو حابين تشوفوا جزء تاني من الفيديو ده سيبولي تحت في الكومنتس، وكمان وصلوا عدد اللايكس على الفيديو ده 50,000 لايك، لأنه لو وصل 50,000 لايك على طول هعمل جزء تاني. وكمان اعملوا سبسكرايب علشان تشتركوا في القناة. وبس جايز بحبكم قد الدنيا كلها، thank you so much for watching، وإن شاء الله أشوفكم في كل الفيديوهات الجاية. باي جايز.